السلام عليكم. رويترز تكشف تقريرا سريا عن انتهاكات في منشأة فوردو النووية الإيرانية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف تقرير سري عدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرته رويترز وجود اختلاف في شكل وتناسق أجهزة الطرد المركزية مقارنة بما أعلن عنه سابقا في منشأة فوردو النووية الإيرانية. وذكرت وكالة رويترز أن مفتشي الوكالة اكتشفوا ذلك خلال زياراتهم غير المعلنة عنها ومن دون سابق إنذار إلى محطة فوردو في إيران. كما أفاد المفتشون أن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي ER6 التي تم العثور عليها في الموقع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كانت مرتبطتان بطريقة تختلف بشكل كبير عن تلك التي أعلنت عنها إيران في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا الجانب يقول التقرير إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحويل إلى أسلوب عمل آخر في نفس اليوم 16 يناير، ولكن بعد عملية التفتيش. وهنا أشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخطرت إيران بأن إرسال الطلب المتأخر من أجل إجراء تغييرات في تكوين المعدات لا يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.